البقمي والقحطاني. القحطاني ناصر. ناصر القحطاني. الآن ترى طلع من الحرامية واحد بس. الله عليك. بقي حرامي. نستر. وبقي شخصيات كثيرة. حرامي واحد طلع. حرامي طلع. حرامي. بس ممكن مو هو. ممكن مو. لا لا وضحت. لا لا ترى. والله وضحت يا طول. من هو الحرامي؟ قلت الحرامي طلع واحد. من الحرامي؟ آخر ما طلع. لا غلطان. غلطان. مالك لواء. الرجال لا حد يبين الربع. طيب خلاص انتم كملوا الان كملوا ابوكم تكملون خلاص البقيه تغمض عيونها سريع ايوه ترجع تغمض دكتور اذا لسه على قيد الحياه ايه انا رهن الاعتقال الدكتور والله رنقت وتشوف الدكتور والدكتور ان شاء الله خلاص ايوه باقي بس اربع اشخاص اذا طلع مواطن خسروا اذا كشفوا الحرامي يفوزون حلوه ركزوا واتمنى من المحقق يركز غمض يا حبيب قلبي ايه غمض حلو طيب الحرامي فتح عينك يا حبيبي على مين توجه ال ايه والله طيب الحرامي قفل عينه الدكتور اتمنى انه يفتح عينه انا عرفت من هو الحرامي طيب حلو يا دكتور المحقق افتح عينك تسال عن مين انا عرفت الحرامي شوف من اللي عرف حوي طيب ما في مشكلة، عرفوا انك محقق، انت الحين توجه نفسك خطر، تسأل عن مين؟ تسأل عن مين؟ انت محقق تسأل عن طيب حلو خلاص اللي سألت عنه صحيح كلام صحيح، الآن فتحوا عيونكم فتح من قبل اللي تم اقصاءه الرجال الطيب هذا وباقي انا ايوه انت خلاص ما حد يتكلم غير الاثنين الثلاثة الموجودين بينكم مواطنين واحد حرامي حاول انكم ايش بقنع بقنع ترى لو طلع شوف لو طلع لو طلع مواطن ايوه خلاص فاز الحرامي أيوه. لو طلع الحرامي انتم فزتم وشرفتم اللي معكم شوف هذا برا الحسبه لانه انحمى اول واحد كيف انحمى اول واحد انحمى من الدكتور لا ذكي ذكي ما هي بكذا ما هي بكذا صراحه فكره ذكيه يعني مو ما في انت مو حرام ايوه احنا ما ودنا نتطرق ايوه ليش ليش لانه انحمى اول واحد طلع الحرامي ما يحمي بعض طيب انا اشوفها حجه قويه تمام يعني يعني تلقي التهمه على مين القي التهمه على الهاجري المنشد الجميل الله الهاجري طيب وش رايكم انتم في الكلام عندك انت تبرير مين باقي وعندك انت تهمه تلقيها على احد شوف الرجال ما تسلم الحرامي عرس الحرامي ولا لا ولا شر الحرامي أيوه هو أنا عرفت إيه اسمع أنا علمت ترى أنا ما أقول لا أنت محقق مخوف فارس هذا محقق جيب له الشهادة ها يقلبها ضدك السعر وأنت تبغى الفزعة هو يقول لقيت الحرامي عرفته صح أيه ولا أشر الحرامي ولا أشر اختاره عشان ممكن أنا اتهمه يعني هو راوى ممكن ترى الحرامي ممكن يكون إيش مراوغين وخطيرين لكن ممكن يطلع المحقق يا انت معه ولا ضده المجموعه كلها انا عليه عليه هذا من اليوم يا محمد هذا من اليوم ماشي ماشي منهم فتهمه ها يا ولد انت انت ولا صوت على احد انا صوت على مين صوت على الرجال ذا الرجال ذا هذا طلع برا هذا برا هذا هذا برا اللعبه هذا برا اللعبه من قبل وايش العلم راسها راسها يا ولد تميع بنت مصاحي الرجال يقول لك من هو الحرامي الحرامي ذا ايش ما رجعت من اليوم لا خلاص لا من اول هاجر يا ولد اوه حمية هاجر يا ولد الحماية كانت ذيب الغنم صوت على مين اصوت المن على مين تطلع برا تقول انه حرامي اطرح تطلع يا هاجري اسمح لي يا هاجري حاول تروق الرجال ذا الرجال ذا وانت تصوت على مين وهذا هو الحرامي وطلع برا ها الحرامي الثاني هذا انا داري انا خلاص اي طلع طلعتوه غتبان على وجهه حسيت هو يا ولد حفله ذا حفله اقسم بالله انك حفله ليه يا ولد يا ولد يقول با هنا اقول له يمين اقول له يمين يروح يسار انا مروا علي اغبياء في العالم كثيرين اعطني اياها يا شيخ لو اني محقق اظهر ظهر ثاني لعبه صلوا على النبي عندي لعبه اسلم يلا عرفتوا اللي من يشيله يا ربي تعرفونه ولا من يشيله لا لا محمد يشيله لما يشيله اجل من يشيله محمد اللي يشيله بلعب عليك حجر من ميدان يا بطله يا بطله يا الحميه اللي احتميت من دونه حاولوا تقربون يا ربي يا بطله يعني والله ما فكك والله العظيم ودي اتكلم حتى احتميت من الهاجر اسمعوا حطونا منهم حلو خلونا معكم ايش اسمع لكم
حميه احنا معاكم اليوم اليوم عرفت لبيك هدوء 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 الحين كل اثنين فريق طيب اثنين انا والرجال ذا مطوع لا انت اللعبه راعي اللعبه ما تلعب خلاص على خشم اسمع انا بصير حكم حلو اثنين والرجال ولب قمي وانت الرجال ذا وفارس فارس والرجال ذا تمام سامر انا وسامر وفارس ايه كل انا بسوي قرعه الحين بينكم ايه؟ الاصبع اللي بتطلع عليه الورقه يبدا يشل المركب حلو ونرميه على بعض لا انا شليت هذا الحين انا اول حطاني فريق تمام ايه. انا اقول من يشيله حلو انت ترد علي اقول لك انا اقول من يشيله حلو ولك حطاني يقول فارس يشيله حلو خويي يقول خويك يقول لا ما يشيله اجل مين هو خويه يقول من يشيله يقول القوم يشيله زي كذا فهمت بس سامي والله اني مضيع سامي اعطيني الا مع اخبار واحد حقق قد له خمس لعبات ما طلع يقولون له ذا الحرامي يقول لا 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 محمد اسمع انت عرفتوها صح لا اسمع لا بشرح والله زين عرفناه لا انا بشوف فهمي هو صح ولا انا دحين معي خالد حلو انت قلت لي طال عمرك عبد المحسن يشيله انت تشيل المركز الحين حلو ها خالد يقول لا عبد المحسن ما يشيل انت ما تشيل المركز الحين حلو ما يدافع عنك ايه يلا عرفتوها انت تقول خالد يشيل انا اقول له خالد ما يشيل بعدين من يقول انت من اللي يقول مين يشيل انت تقول اجل من يشيله اقول مثلا فارس يشيل اسكت انا اللي اتعاق خوي فارس يقول لا ما يشيل انا اقول اجل من يشيله يقول عبد الحين قلت عبد المحسن يشيل انت تسال ارضك طول يا الربع انت قلت عبد المحسن يشيل خالد قال لا عبد المحسن ما يشيل مضبوط طيب الثاني ينشدك يقول اجل من يشيل اللي هو انت اي اللي ينشد مان انا ولا خالد انشد كنت وترد علي فارس يشيل خوي فارس يقول لا ما يشيله اي زي كذا فهمتوا عطني ورقه صغيره هات قطعه فاين خلاص ها الدعوه كلها سام يا ديبا هي شالشله هالشغله اقرب يا شيخ طلعت لك اكرم يا حبيبي طيب اربع افرقه عندكم اربع اصابع اللي بيطلع عليه الورقه يبدا في شل المركز طيب اعطني ذي وين هي ذا هي اي يلا تم اختار من فريقين ثاني انا وياه عينين في راس اي بالله قهوه يا شيخ تعرف انت اللي في النص لا لا قدر راح خلاص انت واخر اصبع اللي شير بالناموس ديبان يا ولد اتحاك هذا الساعة ارفع ايديك بس من احاكي تحاكي واحد انت تقول الحين من يشيله حلو هدو خويك يقول مثلا فارس يشيله نذكر بعض بالاسامي سامي ايه ذكرنا باسامي بعض طيب طلال محمد اليامي ناصر عبد المحسن حبه كل نقول اسمه محمد اليامي والله ونعم وناصر فوق محمد اليامي من عبد المحسن خالد والله ونعم هكا تشيل ما نتخطى كل شيء تركي والله ونعم ما هو معنا هذا يلعب تركي اي انا ما نتخطى يا شيخ ايه اترك كذا النظام يعني طلال ارحب يا سامي خلاص سامر سمر واحد من عيالنا اسمه سامر يلا شل ما نشيله محمد يشيله انت خويه انا خويه محمد لا لا انت خويه انا نسي اسمك نسي انا والله حاول يا ولد انت محقق محقق اي لازم اسامي ولا اشاره عادي اشر وربي يا رب تعال حول يا ولد انت محقق ولا والله ابغى لا اشر عليك ابغى لا اكبر واشر على عمره تلعب بالاشاره طيب هو قال اشاره يا ريت اسمع تركي هذا سامي هو يرد خالد يا ولد ما قلت ايش الا لازم قلت اللي يغلط خلاص اللي يغلط في الاسم يطلع برا صح لا ابو عندي كامل اللي يطلع احنا توي اول يوم يلا عبد المحسن عندك ما نشيلها عبد المحسن لا ما يشيلها يا اخي خويه يرد عليه توه جديده ايش جاك ما يشيل هذه بروفه بروفه يلا ها قل خالد عشان قال عبد المحسن يشيل لا قل خالد قل من يشيلها ما نشيل خالد يشيلها لا خالد ما يشيله اجل من يشيلها يشيلها مطوعنا ذا المطوع ما يشيلها صح
كملوا. انا كملت ولا لا تقول اجل كل شيء صح وانا اقعد ماسك هكذا والله تعجب يا ابو مضبوط عليك يلا 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 قالتوها انا احس منه لا والله استطرح علينا اني شلينا حظك مو يوم تختار محمد انت من الحاضر يلا انت بشيء بدي بالدافور تكفى يلا يلا ها يلا ابدا قول بسم الله من يشيله عبد المحسن يشيله لا عبد المحسن ما يشيله اجل من يشيله سامر طلع تكلم سامر ما يشيله ايش وقف تعلم والله خلهم منهم علم الاخر ارفع لا قول لي الثاني وقف وقف خلي العب عطها الرجال يا اخي صل صلوا على النبي يا ربع ذا الحين ما انت سالت وذا الحين وصلتوا على عبد المحسن ايش قصدي ذا يقول تكلم يا مطوع لا اسكت خلي مطوع يغلط خلي غلط صح صح حلو ذا الحين المطوع ايش قال قال له ما يشيله نشده خالد خالد اجل من يشيله من ترد عند الحين اليوم يشيله خلاص ارفع المركه رد عليه لا ما يشيله اجل من يشيله يشيله لا ما يشيله يشيله نواف لا لا وقف لا ما يشيله يشيله نواف على طول غلطه غلطه مستلم ارفع ارفع المركه ارفع ارفع فوق 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 سمع سمع يلا يلا من يشيله من يشيله اثقال من يشيله ما جبت لك هيد محمد محمد ما يشيله من اجل من يشيله ايش مشيله طلال الشيء لا قال اجل لا لا عادي عادي هذه هذه خذ وعد خذ وعد صح خذ وعد طيب اهم نبطي ناخذ يلا من يشيله عطني عطني انا بس اجل من يشيله عطني يمكن تسهل عليك يلا 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 من يشيله اختر اختر واحد سامر سامر ما يشيله اجل من يشيله اليوم يشيله اليوم ما يشيلها اجل من يشيلها صار وش دخل رد عني ورد محمد فينيكم انت انت شيل تكفى يا محمد شنو اسعد ما يشيلها انت ما يشيلها سامر ما يشيلها انت 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 اي والله ذا الملعب ايش رايك يلا يلا اخرت فيها خلاص انا جاي اعلمك يقول تكلم ما حد علم الثاني ما حد علم الثاني يلا 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 يا شيخ انت اللي تعال قول 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 من يشيله من يشيله الرجال الطيب ذا يشيله نواف ما يشيله نواف يشيله نواف ما يشيله لا هو هم ما قاسم ما قاسم ياري بس الرجال الطيب انا باسم الرجال الطيب ما يشيله الرجال الطيب ضيع اسمع اسمع خالد يشيله لا ما يشيله اجل من يشيله يشيلها اخويك نواف ما يشيله صح اجل من يشيله خالد يشيله لا ما يشيله اجل من يشيله سامر يشيله سامر ما يشيله اجل من يشيله خويك نواف لا ما يشيله اجل من يشيله محمد يشيله محمد ما يشيله اجل من يشيله سامر يشيله سامر ما يشيله كذا ايوه كذا مضبوط كملوا بسرعه خلاص رجع هذا سكت اعطيه المركه لا ما جاني اقول لك شيل المركه لا 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 سلامة لا ذا 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 ها لا 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 مين اللي قال مين اللي قال سامر مين قال سامر يشيله انت الرجال ذا مطوع الرجال ظلم ظلم اقول يا الله يا الحاجري قول لا 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 اقول والله ظلم ظلم ما يشيلها سامر يشيلها لا ما يشيلها يا زكي والله ما يشيل اجل من يشيله يشيله ناس لا ما يشيل اجل من يشيل انت تشيل ما يشيله نوا اجل من يشيل يشيله محمد محمد ما يشيله اجل من يشيله يشيلها الرجال لا ما يشيلها الرجال ما يشيلها اعطى الورقة اعطى الورقة اعطى الورقة حمد اوفر يلا البكية طايح لا اله الا الله اسمي فارس من يشيله انت اختار انا اللي اختار صح عدها من اللي يشيله عبد المحسن يشيله كلام يا خالد قاعد يغنج ايش رايك ما خليه يجي ولد عد رجال الله عد بالنار يا ولدي ايه على طول يا ولدي يا وجود اجل من يشيله طلال يشيله طلال ما يشيله كلام هو عطى 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 يا
هذه مو صح. يو بروفات بروفات كذا مضبوط والله ماشي بروف عاد في 300 ما يشيله عبد المحسن يشيل لا ما يشيله اجل من يشيل سامر يشيله سامر ما يشيله اجل اعطي مركه يا ولد الدش ولد المركه هذا غادي يروح ارجع يا ولد الدش فيكم هنا 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 رايح عندك الدجاج طوع لك يدك اطلع معك يا ولد حظ يلا اتحصل اجل من يشيل يا الربع ذا الحين اللي بيغلط يطلع يبدا يقل ويتحمل يطلع هو خويه يطلع هو خويه اي يلا ابدا اجل من يشيله يشيله طال طلال ما يشيله اجل من يشيله طلع يشيله محمد محمد ما يشيله اجل من يشيله يشيله سامر سامر ما يشيله من يشيله عبد المحسن يشيله عبد المحسن ما يشيله اجل من طلال كمل 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 طلال ما يشيله اجل من يشيله شيله سامر سامر ما يشيله اجل من يشيله نواف يشيله نواف ما يشيله اجل مين يشيله انت تشيله الفريق هذا برا يلا 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 شيخ صدمني طالع في وجهي كذا يلا 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 برا طوعنا برا ابشر ابشر والله على الخشم يا ولد يلا هذا بحديده كمل كمل اجل من يشيله نواف يشيله نواف ما يشيله اجل من يشيله ناصر يشيله ما يشيله اجل من يشيله طلال يشيل طلال من يشيله من هو طلال يشيله اجل من يشيله شيله عبد المحسن لا ما يشيله اجل من يشيله محمد يطلع اطلع بس المركه ما لا يجاوب يقول المركه ما طيب محمد يطلع لا لا قلت هو محمد يطلع ما غلط الحق حقه لا 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 قلت محمد قال محمد قال محمد قال افول يا وقت الزمن والشقاول ما يدوم المعتل للعب هلا هلا سلامتكم حسانك بعتل عشانك ويطول في عمرك وعمرك يرزقك بيت الصيب والنصيب والحظ اللي ما يخيب يطول عمرك يا ابن عم وعمرك انت خشبك الله يقول يا ليلي يا جامع على الود قلبين يا ليل لك عادة تجمع قلوب الولايف يا ليلي يا جامع على الود قلبين يا ليل